سؤال. واحد بيقول سلام يا سيد، الله يسلمك يا حبيبي. بيقول انا شاب اعطاني الرب وزنة كتابة الشعر، والشعر ان صح التعبير، وقد احببت فتاه وكتبت لها عدد ليس بقليل من القصائد. وربنا اداك المواهب عشان تكتب بها شعر للبنات. شوف، بص، الواحد زي داود النبي ربنا اداله موهبة شعر، لكن ما كانش بيكتبها للبنات، انما يعني كانت كلها مشاعر مقدسة مش مشاعر عاطفية. بيقول بعد كده: ثم سمعت عظة مسجلة لقداستكم عن اخطاء الكلام. يسأل، هو بيربط دي بالقصيدة، لازم القصيدة فيها اخطاء كلام. فأرجوك أخبرني ما مصير هذه القصائد، وهل من الممكن كتابة قصائد أخرى في حال أن تلك الفتاة أصبحت زوجة لي؟ مع العلم أن لي بعض الكتابات الدينية. يعني أنت بتعمل بالشعر كتابات دينية، وبتعمل بالشعر كتابات غرامية، يعني تجمع بين الاثنين. انا ما اضمنش الست دي اللي كتبت لها القصائد هتبقى زوجتك ولا لا. ان بقى زوجتك قول لها كل اللي فات مات ونخبي القصايد دي وخلاص. ان ما بقتش زوجتك وتجوزها واحد تاني وانت اتجوزت واحده تانية، فجايز هي لو زعلت القصائد دي توريها لزوجتك اللي هتتجوزها وتقول لها: شايفه اللي انت اتجوزتيه كان بيعمل ايه؟ تبقى حكايتك حكايه. اوعى تقول كانت قصائد مش من قصدي، لا، هي قصائد بقصد.